هو أكيد أكو مجسات يعني، والأخبار يعني إسرائيل لمجلس الأمن هذا دليل إنه قرب الضربة الإسرائيلية على العراق، وبالتالي السودان لا يملك غير التصريحات، لكن هذه التصريحات يعني جنبت فعلا أو أخرت الضربة الإسرائيلية على العراق بالتعاون مع الولايات المتحدة، هي اللي أخرت الضربة انطت فرصة للعراق بتعديل المسار وإبعاد العراق وأن يصبح العراق ساحة للمفاوضات، يعني تعمل حالة كبديل لدولة قطر بموضوع المفاوضات مع إيران والفصائل في لبنان والفصائل في غزة وتهدئة الصراع في المنطقة. لكن السيد السوداني يريد أن يتجه بهذا الاتجاه، لكن للأسف لا يملك الأدوات الكافية لأنه الفصائل أيضا مشكلة للحكومة، وبالتالي أعتقد أنه ما لا توجد إرادة قوية بموضوع التوجيهات بالقبض على قادة فصائل حتى اللي يصرحون ويوجهون العراق بالدخول بهذا الصراع، يعني موجودين قادة الفصائل ويصرحون بتبعيتهم إلى إيران وأخذ أوامرهم من إيران، وتصريحات بالرد على السيد السوداني بموضوع انه قرار السلم والحرب ليس بيد الدوله، فبالتالي هذه التصريحات هي بحد ذاتها هي مخالفه للقانون ومخالفه للدستور ومخالفه حتى للاوامر المرجعيه، الاوامر المرجعيه قالت الدعم اللوجستي فقط. طيب ما ندخل صراع اقليمي وتوجيهات من ايران، وبالتالي حتى إيران نفسها ما داخلة بهذا الصراع إلا بموضوع الرد ورد الفعل، يعني ما داخلة بوحدة الساحات، يعني عندها دولة، عندها مؤسسات، عندها جيش، عندها قوات أمنية، لكن عندها فصائل مقاومة. ليش هذه الفصائل المقاومة ما تدخل بوحدة الساحات وتدخل؟ صار سنة، أكثر من سنة الحرب طيب ما أطلقت وما استمرت بموضوع وحدة الساحات وتطلق صواريخ من أرضها من إيران، طيب فلذلك المفروض الحكومة تتجه بهذا الاتجاه، يعني التوجه الحكومي إنه يكون العراق هو ساحة للمفاوضات واضح وكساحة بديلة لقطر بموضوع جلوس الأطراف المتصارعة وإنهاء هذا الصراع.